بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة التانية من محاضرات الجافا، مادة M257. آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت إن إحنا عملنا داونلود وعملنا انستول للجي دي كي وبرنامج النت بينز وبرنامج النوت باد بلس بلس. آخر حاجة وقفنا عندها تحديداً كان عملية الانستليشن لبرنامج النت بينز. اسم البرنامج نت بينز IDE 7.2. كلمة IDE هي اختصار لانتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت. انتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت يعني بيئة تطوير متكاملة، عبارة عن برنامج اقدر اكتب فيه الاكواد الخاصة مثلا بالسي والسي بلس بلس والجافا وغيرها، يعني عبارة عن editor بيساعدني في كتابة الأكواد. 7.2 ده رقم الإصدار، الفيرجن أو الإديشن بتاع النت بينز. لو أنت ما عندكش الشورت كات على الديسكتوب، المسألة سهلة جدا. بروح على قائمة start وأقول له عايز all programs، وبعد كده بدور على حرف ال N. عندي فولدر اسمه نت بينز، بداخله برنامج النت بينز IDE 7.2. بقف هنا رايت كليك واقول له عايز اعمل سند تو ديسكتوب كرييت شورت كات. لكن انا عندي هنا الشورت كات، طبعا هشغل البرنامج دبل كليك. اول ما البرنامج بيشتغل زي ما انت شايف ما عندكش اي كلاس تبدا تكتب فيه الاكواد. علشان خاطر تبدا تكتب الاكواد بتاعتك، اول حاجه بتفكر فيها انك انت بتروح تكريت بروجكت جديد، نيو بروجكت، من خلال الفولدر الاصفر دوت اللي هو عليه علامة البلس اقدر اعمل نيو بروجكت، او من خلال فايل واقول له عايز نيو بروجكت. من خلال الشورت كات برضو اقدر اعمل نيو بروجكت، كنترول وشيفت وحرف الان. بختار من الكاتيجوريز جافا، طبعا لو انت حبيت تشتغل سي او سي بلس بلس او تشتغل بي اتش بي طبعا الكلام ده متاح عادي جدا. هقول له عايز هنا جافا من الكاتيجوريز، واختار من البروجكت هختار جافا ابلكيشن، هختار من البروجكتس جافا ابلكيشن. مهم جدا تختار جافا وهنا جافا ابلكيشن. بعد كده هقول له نيكست، هيسالك عن اسم البروجكت بتاعك. هقول له البروجكت اللي انا عايز اشتغل عليه اسمه هالو وورلد، عبارة عن برنامج بسيط جدا بيطبع لك هالو وورلد على الشاشة. هيروح يعمل لك كرييت لمين كلاس بنفس الاسم هالو وورلد، حرف ال H كابيتال وحرف ال W كابيتال. ولكن هالو وورلد اللي قبلها ده عبارة عن اسم الباكج، يبقى الباكج ديت بداخلها كلاس اسمه هالو وورلد. طيب لحد الان تمام، هقول له فينيش. زي ما انت شايف قالك انك انت عندك باكج، الباكج دي اسمها هالو وورلد، كل الحروف زي ما انت شايف سمول. بعد كده قالك public class، الكلاس ده هيكون بنفس اسم الملف. الملف اسمه ايه؟ اسمه هالو وورلد، حرف ال H capital وحرف ال W capital. الكلاس طبعا هيكون دوت جافا، تمام؟ public class هيكون بنفس الاسم هالو وورلد، ال H capital وال W capital. واحنا اتفقنا ان اسم الكلاس الحرف الاول منه كابيتال اللي هو حرف الاتش. طيب مش احنا اتفقنا ان الكلاس ده هو المين كلاس بتاعك؟ تمام. عرفت منين؟ دايما بيكون داخل المين كلاس بيكون موجود عندي المين ميثود اللي من خلالها اول ما بشغل البرنامج بيبدا ينفذ الاكواد اللي داخل المين ميثود. public static void main هي دي المين ميثود بتاعتي، اقدر بقى اكتب الكود اللي انا عايزه. هقول له system.out.print وبعد كده حرف ال n وحرف ال n ال n، يبقى system.out.print ال n، عايزك تطبع وبعد كده تنزل سطر، اوعى تنسى الايه السيمي كولن. هكتب هنا ايه؟ ممكن مثلا نكتب هالو وورلد. علشان خاطر تشغل البرنامج
ممكن اكتر من طريقة. ممكن اقف هنا على السهم الاخضر ده واقول له run project، او من خلال F6. اسهل طريقة بقف رايت كليك على الملف نفسه اللي هو ملف دوت جافا ده، واقول له run file shift F6. بيشغل فعلا البرنامج، وهتلاقي بيطبع لك ايه، بيطبع لك هالو وورلد. طبعا لو انت حبيت تتأكد اكتر ممكن تيجي كده تاخد السطر ده كنترول سي وكنترول في وتكتب اي كلام انت عايزه، وليكن مثلا عايزك كمان تطبع لي شريف. اروح اشغل البرنامج رايت كليك واقول له ران فايل، هيطبع لك هالو وورلد، وبعد كده ينزل سطر ويطبع لك ايه، يطبع لك شريف زي ما انت شايف. طيب لحد الان الكلام ده كلام جميل جدا، ما فيهوش اي مشكلة خالص، ولكن انا عندي طريقة تانية. تعال نقفل البرنامج ونروح نشتغل بالطريقة التانية. مش انت عندك على الديسك توب عندك فولدر اسمه M257، تمام، وبداخله فولدر اسمه جافا، تمام، بداخله الملف اللي اسمه هالو وورلد دوت جافا، وكتبنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت. رايت كليك وقول له عايز اعمل edit with notepad بلس بلس، هيفتح لي نفس الاكواد اللي احنا كتبناها داخل برنامج النت بينز. public class hello world، بشتغل داخل المين ميثود، فبكتب public static void main string args، وبعد كده بقول له system.out.println hello world، عايزك تطبع لي hello world، تنزل سطر تطبع لي شريف. اوعى تنسى الكيرلي براكتس، ده الاند بتاع المين ميثود وهنا الاند بتاع الكلاس. طيب كل الكلام ده كلام جميل، تقدر بقى تشغل البرنامج ده؟ يعني ايه اشغله؟ يبقى الاول لازم الاول اروح اعمل له عمليه كومبايل، بعد كده اعمل له ران. يعني ايه كومبايل؟ ده الملف اللي بيسموه سورس كود، الكود المصدري بيكون دوت جافا. عايزك الاول تعمله كومبايل، فهتحوله لدوت كلاس، وبعد كده تعمل ران للملف اللي اسمه ايه، هالو وورلد دوت اي دوت كلاس، واحده واحده. علشان تعمل كومبايل اذا بتحول من الملف المصدري ده السورس كود لملف تاني، بدل دوت جافا لا يكون دوت كلاس، وبعد كده اعمل ران للدوت كلاس ده. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ المساله سهله جدا. هفتح قائمة start وهاجي هنا هكتب cmd. انا عندي cmd.exe، ده عبارة عن شاشة الدوس اللي انت عارفها. عايز اروح على الديسكتوب، هقول له cd desktop، هيوديني على الديسكتوب. اروح اعمل داير، داير يعني هات لي الدايركتوري، هات لي الفهارس، هات لي الفولدرز الموجودة عندك على الديسكتوب. انا عندي فولدر اسمه M257، علشان خاطر اروح للفولدر ده هقول له cd M257. طيب جميل، انا كده اصبحت داخل ال M257. بداخل الفولدر ده عندك فولدر تاني اسمه جافا، cd java. يبقى انت كده لحد الان اصبحت داخل الجافا، صح كده؟ لو انا قلت له cls يعني اعمل لي كلير للسكرين، نضف لي شاشة خالص، اعمل لها كلير، تمام. ممكن بقى تيجي هنا تعمل داير، هيقول لك ان داير دي عبارة عن دايركتوري، بيجيب لك الفهارس الملفات والمجلدات الموجودة عندك داخل الفولدر اللي اسمه جافا. في عندك فعلا ملف اسمه هالو وورلد، تقدر تحول الملف ده، تحوله من دوت جافا لدوت كلاس؟ قال لك ايوه، من خلال الكومبايلر. طب اسمه ايه الكومبايلر ده؟ اسمه جافا سي، جافا سي، السي دي معناها كومبايلر، وبعد كده تديله اسم الملف هالو وورلد دوت جافا. طيب تمام، لو دوست انتر هيدي لك ايرور. ليه ايرور؟ بيقول لك جافا سي is not recognized as an internal or external command. في هنا مشكلة، ايه المشكلة؟ انك انت كان المفترض تعمل خطوة قبل الحاجات اللي احنا عملناها. مفيش اي مشكلة خالص، انا كنت قاصد علشان خاطر يطلع لك الايرور ده. هقول له عايز اروح اعمل اكزت، وبعد كده يلا بينا نحل المشكلة ديت. هتفتح قائمة ستارت، تفتح كمبيوتر، عندك على السي عندك بروجرام فايلز،
عندك فولدر اسمه جافا. الجافا ده الفولدر ده اللي هو داخل السي، داخل بروجرام فايلز، في فولدر اسمه جي دي كي. هو ده الفولدر اللي انت وانت بتعمل انستول للجي دي كي كل الملفات اللي هي التولز بتاعتك بقت موجودة داخل الفولدر ده، وخصوصا داخل فولدر اسمه بين. يبقى تاني، انت اشتغلت ازاي؟ سي، بروجرام فايلز، جافا، جي دي كي 1.7.0، بعد كده الفولدر اللي اسمه بين. تقدر لو سمحت تاخد الباس ده زي ما هو كوبي؟ هقول لك ماشي، رايت كليك واقول له كوبي. يبقى انت خدت الباس ده. طب ليه؟ لان داخل الفولدر اللي اسمه بين ده في ملفات مهمة جدا موجودة عندك في يونت 1، منها جافا ومنها جافا سي ومنها الابلت فيور وملفات تانية كتيرة زي الجافا دوك. الابلت فيور بيستعرض او بيعرض لك الملفات اللي هي عبارة عن ملفات ابلت، وهنتعرف عليها بالتفصيل. الجافا سي لو تلاحظ ده ملف صغير جدا عبارة عن 15K، ده عبارة عن الكومبايلر بتاعك اللي بيحول من دوت جافا لدوت كلاس، ده خاص بعملية الدوكيومنتيشن اللي هو الجافا دوك. اما الجافا ده عبارة عن حاجة بيسموها الجي في ام، جافا فيرتشوال ماشين، هو ده اللي من خلاله بقدر ارن الملف اللي هو دوت كلاس اللي هو اللي عملت له كومبايل، بقى خلاص اصبح اتعمل له كومبايل وابدا اعمل له رن على الجهاز بتاعي. وعلى فكرة الجافا دوت اي اكس اي بيختلف من جهاز لجهاز، انا عندي اكتر من جافا فيرتشوال ماشين، كل جهاز او بمعنى صح كل اوبريتنج سيستم للجافا فيرتشوال ماشين بتاعته، اللي شغال على ويندوز غير اللي شغال على لينكس غير اللي شغال على ماك او اس غير اللي شغال على سولاريز، ده بيسموه الجافا فيرتشوال ماشين. تمام، يبقى احنا كل اللي احنا عايزينه حاليا دلوقتي الجافا سي والجافا. الجافا سي ده الكومبايلر اللي هيحول من دوت جافا لدوت كلاس، والجافا دوت اي اكس اي ده هو ده البرنامج اللي من خلاله او السوفت وير اللي من خلاله هقدر ارن الجافا على الجهاز بتاعي. يبقى ده كومبايلر بيحول من اكستنشن لاكستنشن من دوت جافا لدوت كلاس، وده اللي بيرن البرنامج على الجهاز بتاعي. طيب كل الكلام ده جميل انت بتشرح، ولكن ايه الهدف من ان انا اجي كده واخد الباس ده كده كوبي؟ هقول لك بعد لما تاخد الباس ده كده كوبي هتروح على قائمة ستارت وبعد كده كمبيوتر، رايت كليك واقول له عايز بروبرتيز. عندي حاجة هنا اسمها Advanced System Settings. Advanced System Settings اهو. عندي Environment Variables، الزرار ده هضغط عليه وهنزل تحت هضغط على حرف ال P يعني Path، هختار Path واقول له عايز اعمل Edit هعدل فيها. هاجي في الاخر خالص، اخر حاجة خالص، هلاقي عندي سيمي كولن، لو ما كانتش موجودة يا ريت تكتبها، واعمل كنترول مع حرف ال V. الكنترول مع حرف ال V هتعمل لك بيست، وكأني بقول له خلي بالك الملفات اللي هو java.exe والجافا ابلت اللي هي الابلت فيور والجافا سي اللي هو الكومبايلر موجودة في المكان الفلاني، روح على السي، بروجرام فايلز، جافا، جي دي كي، وبعد كده فولدر اسمه بن. ولو انت حبيت تيجي في الاخر وتعمل سيمي كولن يكون افضل، علشان خاطر لو حبيت بعد كده تكتب اي حاجة داخل الباث. يبقى انا بقفل السطر ده خلاص، في الاول سيمي كولن وفي الاخر السيمي كولن، وبحط الباث ده زي ما هو. يفضل انك انت ما تكتبهوش، تاخده كوبي بيست، هقول له اوكي وبعد كده اوكي واوكي واقفل واروح اشغل بقى السي ام دي تاني. هقول له سي ام دي، هو ده فعلا السي ام دي. هقول له عايز اعمل كلير للشاشة سي ال اس، هروح بالسي دي هروح على الديسكتوب سي دي واروح على فولدر اسمه M257، وبعد كده سي دي هروح على فولدر اسمه جافا داخل الفولدر اللي اسمه M257. هقول له عايز اعمل دايركتوري، هيقول لي عندك ملف اسمه hello world.java، جميل جدا.
سي ال اس كلير للسكرين، هقول له لو سمحت انا عايزك تشتغل بالجافا سي اللي هو الكومبايلر، وتخلي لي الملف اللي هو هالو وورلد دوت جافا يتحول لايه؟ لدوت كلاس. يبقى جافا سي مسافه اسم الملف. يبقى انت كده بتعمل كومبايل للملف اللي هو دوت جافا ده. هضغط على انتر، ما طلع لكش اي ايرور. يبقى انت كده فعلا حولت الدوت ايه؟ دوت كلاس. انا مش متاكد، روح على داير. داير دي تعمل لك ايه؟ تستعرض لك كل الملفات. فعلا اصبح عندك هالو وورلد دوت كلاس وبنفس الاسم هالو وورلد دوت جافا، الاثنين بنفس الاسم ولكن الاختلاف في الامتداد. الملف الدوت جافا ده السورس فايل، والملف الدوت كلاس ده الملف اللي هو ايه؟ اللي اتعمل له عمليه كومبايل. خلاص ده اصبح بلغه مختلفه خالص عن اللغه بتاعتنا، تمام؟ وهنعرف الكلام ده بالتفصيل. طب عايز اروح ارن البرنامج. عشان ترن البرنامج من خلال الملف اللي اسمه جافا، اوعى تنسى وتكتب جافا سي. جافا سي ده الكومبايلر، يبقى هشتغل بالجافا واكتب اسم الملف هالو وورلد دوت كلاس. قال لك لا، مش لازم موضوع الدوت كلاس ده، مش لازم موضوع الدوت كلاس وانت بتعمل ران للبرنامج. لو ضغطت انتر هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك هالو وورلد ويجيب لك شريف. انا فعلا كنت طالب منه ان هو يطبع لي هالو وورلد ويطبع لي شريف. عايز تتاكد؟ تعالى كده افتح الفولدر، افتح الفولدر اللي اسمه جافا، هتلاقي فعلا ملفين دوت كلاس ودوت اي ودوت جافا. هقف على الدوت جافا، رايت كليك واقول له عايز اعمل اديت ويز نوت باد بلس بلس. فعلا طالب منه يطبع لي حاجتين. طب تعالى كده تعال نغير في الكلام ده، هقول له بلاش شريف واكتب مثلا ثانك يو. هقفل واعمل سيف واروح على الدوس. هتشتغل على طول تروح تعمل رن؟ لا، مش هعمل رن، ده انا هروح الاول اعمل كومبايل. يبقى جافا سي مسافه هالو وورلد دوت جافا، وبعد كده اعمل رن. يبقى لازم اكومبايل الملف الاول وبعد كده اعمل له ايه؟ اعمل له رن. اهو جافا مسافه هالو وورلد، هيجيب لي فعلا ثانك يو. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. قدرنا نشغل البرنامج بطريقتين، ممكن نشتغل من خلال النت بينز او ممكن نشتغل من خلال الدوس عادي جدا، وطبعا نكتب الاكواد بتاعتنا داخل النوت باد بلس بلس. عندك الطريقتين، تقدر تكتب الاكواد زي ما انت عايز. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.